نعم حق لها أن تفتخر، كيف لا وهي التي أبهرت الحضور ومن كانوا خلف الشاشات فرفعت السقف عاليا. بطولة إفريقيا للاعبين المحليين الجزائر 2022 صعبت من مأمورية الدول التي ستستضيف المنافسة، بل حتى تلك التي تطمع في احتضان كأس إفريقيا للأمم للمنتخبات الأولى. الكل أجمع على أن المنشآت والملاعب كانت بمقاييس عالمية بما فيها مراكز التدريب، الفنادق، الاستقبال، المواصلات، وكل شيء كان مميزا، فالجزائر لم تبخل بشيء. ما يجعلني أكثر فخرا هو الملاعب والطاقة والحماس. الجزائر لديها تاريخ كروي يدعو للفخر، ما يجعل الجزائريين فخورين جدا وحتى الأفارقة. إفريقيا ببلدانها 54 فخورة جدا، هذه الطبعة هي الأفضل في تاريخ المسابقة حتى الآن. حضور غير مسبوق للإعلاميين والجماهير والمشاهير من لاعبين سابقين ومسؤولين، تنظيم محكم في كل شيء، في دخول الأنصار وخروجهم ونقاط تجمعهم ونقلهم إلى الملاعب. الله يبارك، معاملة تري تري بيان، الله يبارك، الله ما شاء الله، كل حاجة منظمة، لي فامي بلاصة، كل شيء، الناس محترمين، مام الجماهير تاعنا الله يبارك ما شاء الله، قاع متربين وقاع نعرفوا وقاع نحترموا لي فامي. حتى النقل التلفزيوني لم يكن كالعادة، بل فاق المتوقع من حيث الكم والنوع. قنوات تلفزيونية عالمية نقلت الحدث ووثقت اللحظات. الملاعب التي قدمت الجزائر حاليا جدا مذهلة، وهو ما يؤكد أن الجزائر أصبحت اليوم عاصمة للرياضة بشكل عام وفي إفريقيا ككل، ومتأكد بأن الجزائر تستطيع أن تنظم أكبر البطولات العالمية وليس فقط البطولات الإفريقية والعربية. وجدت الأجواء جيدة والترحيب مثالي، نشعر بأننا في بلدنا الثاني. شكرا للجزائريين على هذا الترحيب. كل شيء كان رائعا حتى الآن، التنظيم ممتاز، الملعب جيد، وهناك كرة قدم مسلية أيضا، لذا فإن الجزائر تقوم بعمل ممتاز. الجزائر وعدت فوفت وسخرت كل ما يجب وأكثر. الطبعة السابعة وضعت المنافسة في ميزانها الذي تستحقه، وأصبحت بطولة الشان جديرة بالمتابعة والاهتمام. شان 2022 سيفتح بابا نحو كان 2025، بل سيمنح الجزائر نقاطا في السباق نحو شرف التنظيم بملاعب أخرى جديدة وملف مثقل بالمنشآت والبنى التحتية وجمهور سيزيد الحماس حماسا والجمال جمالا.